الشعب يريد إسقاط التطبيع. الشعب يريد إسقاط التطبيع. الشعب يريد إسقاط التطبيع. الشعب يريد إسقاط التطبيع. أيها الإخوة، الأقصى أولى القبلتين وتالي الحرمين ومصرى نبينا الكريم، واليوم نرى حكامنا يتهافتون على التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب دون مراعاة مشاعر الشعوب تجاه المسجد الأقصى، دون مراعاة موت الشهداء والأطفال والنساء. إن الشعوب اليوم سوف تقف وقفة رجل واحد في حق المطبعين وفي حق الكيان الصهيوني المغتصب. تطبيع خيانة فلسطين أمانة.